تمدن لإطلاق النار والأب يستخدم ابنه كدرع بشري. تم اعتقال رجل لدى محاولته السطو على بيت في أدامز فيل في ولاية جورجيا بعد أن استخدم الأخير ابنه كدرع بشري أثناء التبادل لإطلاق النار. ريكي راشي وولز البالغ 30 عاما كان برفقة لصوص آخرين يحاولون سرقة بيت فرآهم أحد الجيران واتصل حالا بصاحب البيت، بينما قام صاحب البيت بإطلاق عدة طلقات تحذيرية. لمعت برأس وولز فكرة عجيبة، لقد جعل من ابنه درعا بشريا ليحمي نفسه. حاولوا بعدها الفرار بسيارة لكنها لم تعمل، ليحاولوا بعدها الهروب ركضا لكن تم اعتقالهم لاحقا في نفس اليوم، كما وتم إعلام الأم ومصلحة حماية الطفل بالحادث.